بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، تتواصل التحديات على أرضية ميدان التحدي مع انطلاقة شوطنا الخامس للقاية الأبكار، والمسافة هي 5 كيلومترات. انطلقت الأسماء المميزة والكبيرة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. أتقدم مباشرة مع نهب بشعار سالم بن محمد بن سالم بن خوار. من يقدم لنا نهب مع المركز الأول، المركز الثاني، الوصول في هذه اللحظات من زوامة بشعار حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي. من يتواجد بزوامة على المركز الثاني والمركز الثالث، الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الخشمة بشعار راشد بن علي بن خالد الجبر النعيمي. من يتواجد بشعاره ومع المركز الثالث، المركز الرابع، الوصول في هذه اللحظات من رابع الأسماء. هنا القدوم من ثمينة بشعار محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل. من يتواجد بثمينة، من غيرت مع المركز الثالث، المركز الرابع، الوصول في هذه اللحظات من الضبي سالم بن راشد بن سعد المري. من يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع وخامس الأسماء، صبا بشعار فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة. من يتواجد بصبا على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار في دائرة النداء. العودة مباشرة إلى البطلة زوامة. من غيرت مع المركز الأول، من غيرت مع الصدارة بشعار الزعبي الحاضر في هذه اللحظات بزوامة على المركز الأول. من غيرت بالصدارة وبالانطلاق الأول وحمد بن محمد بن عبد الله الزعبي. من يقدم لنا شعاره الكبير والمميز الحاضر مع انطلاقة زوامة. المركز الثاني، الوصول من نهب سالم بن محمد بن سالم بن خوار. من يقدم لنا نهب مع المركز الثاني والمركز الثالث في هذه اللحظات، ثمينة محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل. من يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث والمركز الرابع في هذه اللحظات، الوصول والانطلاقة من الظبي وسالم بن راشد بن سعد الهائلة المري. يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع وبن ذروة مع المركز الخامس مع صبا فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة. يتواجد بشعاره على المركز الخامس، شعار بن ذروة قادم مع تحدي وانطلاقة صبا على خامس الأسماء. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى زوامة مع المركز الأول. زوامة يا زوامة، زوامة بشعار. هنا حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي مقدما لنا شعاره مع المركز الأول، ينطلق بالبطلة زوامة متمنيا الناموس والانتصار في هذا السباق وفي هذا المحلي. الثامن، من يتواجد بشعاره المركز الثاني، الوصول من قبل نهب وسالم بن محمد بن سالم بن خوار. من يتواجد بشعاره مع نهب على ثاني الأسماء، بن جهويل مع المركز الثالث يتواجد بثمينة، ومحمد بن حمد بن جار الله بن جهويل مقدما لنا ثمينة مع المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول من قبل الظبي سالم بن راشد بن سعد الهائلة المري. يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع وخامس الأسماء. وصلت هنا صبا فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة، يتواجد بصبا على المركز الخامس. ولكن العودة، العودة إلى زوامة، العودة إلى زوامة، العودة إلى شعار الزعبي. شعار الزعبي لا زال مع المركز الأول، ولكن ثمينة، ثمينة ونهب، ثمينة ونهب وصبا والظبي. يا سلام
سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انطلقت ثمينة وصبا، هنا ثمينة مع المركز الأول والزوامة مع المركز الثاني، زوامة وثمينة، ثمينة مع المركز الأول تنطلق بهذا الشعار الكبير، بهذا الشعار المميز، بشعار بن جهويل مع الصدارة، مع الكيلو متر الأخير، الكيلو الكبير. يا سلام يا سلام، بن جهويل والزعبي، وصلت الظبي، وصلت نهب، وصلت صبا. يا سلام يا سلام، يا شوط اللقاية، يا شوط اللقاية، انطلقت زوامة، انطلقت زوامة، زوامة 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 زوامة، والظبي، الظبي والزوامة، الامتار الاخيرة، الامتار الكبيرة، الامتار الكبيرة، انطلقت الظبي. يا سلام يا سلام يا سلام، نهب والظبي، نهب والظبي، نهب والظبي، الظبي ونهب، الظبي ونهب، الامتار الاخيرة، الامتار الخطيرة، ما بين نهب، ما بين الظبي، الظبي ولكن نهب، نهب بشعار بن خوار، انطلقت مع الناموس، انطلقت مع الناموس، انطلقت مع الانتصار، بشعار بن خوار، بشعار بن خوار. يا سلام يا سلام يا سلام، سالم بن محمد بن سالم بن خوار، سالم وغانم، سالم وغانم يا بن خوار، سالم وغانم يا راعي نهب، نهب 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 نهب، سلام يا مالك نهب، سلام. تهانينا والناموس. المركز الثاني الظبي بشعار سالم بن راشد بن سعد المري. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول والقدوم من ثمينة محمد بن حمد بن جرلة بن جهويل. المركز الرابع، المركز الرابع كان الدوح بشعار محمد بن بخيت بن برقان المقارح. المركز الخامس، صبا فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة المري. تهانينا والناموس لمالك نهب سالم بن محمد بن سالم بن خوار على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز. 7:46:73 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني الظبي بشعار سالم بن راشد بن سعد المري. توقيت الزمني 7:47:44 44 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث كانت ثمينة بشعار محمد بن حمد بن جرلة بن جهويل. 7:49:21 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانينا.